بحاول أجاوب في هذه الحلقة على سؤال مهم جدا، ليه الناس، لماذا تكره الناس التغيير؟ سواء كان تغيير على مستوى السياسي بالثورة، أو تغيير حتى في نظام البيت، أو تغيير في نظام العمل. علي شريعتي الفيلسوف الإيراني عالم علم الاجتماع له عبارة جميلة جدا، يقول الناس لن تهرب من الظلم إلى الظلام. أي واحد عاوز يغير المجتمع لاتجاه سليم أو لاتجاه شافه أفضل، لابد أن يعرض رؤية بقدر ما واضحة من الألف إلى الياء بقدر ما. لكن أن تقول للناس سنهدم هذا النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، جميل، لكن ما هو النظام الذي سوف يقوم؟ هل هيقوم على الانتقام أم سيقوم على الانتصار؟ هل سيقوم على العزل والإقصاء أم سيقوم على اعتماد قيم المواطنة؟ هل سيعتمد في الدستور دولة مدنية أم يعتمد دولة دينية؟ أعتقد ما لم يوفر أصحاب التغيير، الثوار، الأباء في البيوت، المدراء في العمل، رؤية واضحة لما يريدون أن يفعلونه، فالناس لن تستجيب لهم بشكل كبير. أصلا التغيير صعب، فإذا كان التغيير صعب وكمان في رؤية غير واضحة، حتى وإن كان الواقع فيه ظلم وفي قهر، لكن الناس على الأقل متأقلمة معاه. تقول لهم سنهدم هذا المعبد وتسكت، لا، سنهدم هذا المعبد وسنقيم لكم يعني معبد آخر أو مبنى آخر جميل صفاته 1 2 3 4. إذن لابد لكل راغب في إحداث تغيير أن يكون يمتلك رؤية واضحة على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على سؤال العدالة الاجتماعية. احنا قلنا عيش، حرية، عدالة اجتماعية أو كرامة إنسانية. طب ماذا نقصد بهذه العدالة وهذه الكرامة؟ هل توزيع ثروة نظام اشتراكي أم نظام رأسمالي أم هناك اشتراكية ديمقراطية؟ أعتقد أحد الأسباب الكبرى لرفض الناس وعدم انجذابهم للتغيير هو أن رؤية أصحاب التغيير والثوار لم تكن بالوضوح الكامل، فالناس لن تهرب من الظلم إلى الظلام.